غارات جوية شهدها قطاع غزة يوم أمس وصفت بالأعنف منذ السابع من الشهر الجاري. توغل بري إسرائيلي خاطف داخل غزة يمهد لحملة الاجتياح البري الإسرائيلي. هذا هو آخر السيناريوهات التي يضعها جيش الاحتلال لاقتحام القطاع، فرضية تنتهي بكلفة باهظة في عدد وعدة الكيان مقابل 2,300,000 مواطن فلسطيني في الداخل سيكونون أهدافاً لنيران القوات المقتحمة. في الوقت الذي تتجه قيادات الحرب الإسرائيلية لتعبئة معنويات مقاتليها، يزداد الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتأجيل أي عملية برية لحين تسوية ملف إطلاق الأسرى الإسرائيليين لدى حماس عبر بوابة المفاوضات. إدارة واشنطن ورغم تبنيها مواقف تل أبيب حذرت بشكل مباشر من عدم وجود خطة واضحة لهذا الاجتياح حتى الآن. في الوقت ذاته لجأت الفصائل الفلسطينية إلى وسائل غير تقليدية بهدف التصدي لقوات الاحتلال وإيقاع أكبر قدر من الخسائر بين صفوفه، من بين تلك عشرات الكيلومترات من الأنفاق تحت الأرض كجزء من جهود التخفي ونقل المقاتلين والعتاد والأسلحة، الأمر الذي يزيد من تعقيد فكرة الاجتياح البري. خطة اقتحام غزة لا تختلف كثيراً عن الخسائر التي تكبدها الأمريكان خلال محاولات اجتياح الفلوجة في معركتها الأولى، هكذا يعلق قادة عسكريون أمريكان. يقول دوني هاسلتون ضابط مارينز شهد تلك المعركة أن هذه الحرب تشبه كثيراً فكرة الاجتياح البري التي تنوي شنها إسرائيل، وفق تصريحاته لمراسل NPR. وفي خضم الصراع الدائر تتوقع وكالة بلومبيرغ أن الضغط الأمريكي من أجل إطلاق سراح الأسرى قد يؤخر الهجوم البري الفعلي، لكنه لن يوقفه. في وقت يؤكد مسؤولون أمريكيون ذلك مشيرين إلى ترقب للعملية البرية والتي ستحدث في النهاية وفق تصريحات سابقة.